عندنا توجيهات من فخامة الرئيس بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية. طيب إيه بقى اللي حصل مع جامعة القاهرة؟ مش أنا اللي هقولك، دكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة. أهلا بيك يا دكتور طارق. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، أهلا بالسادة المشاهدين. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد كل لله. كل سنة وحضرتك طيب، ونسبة العام الجديد مبكرة 6 أيام. حضرتك بألف خير وصحة وسلامة. الله يخليك. عايزين نتكلم أكتر على الجامعات التكنولوجية، ونتكلم بشكل أكتر تحديدا على جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة. تمام. هو الحقيقة اتجاه الدولة الأخير للاهتمام بالتعليم التكنولوجي من قناعتها التامة إن دي قاطرة التنمية في مصر إن شاء الله. بإذن الله. من غيرها مش هيكون في تنمية. ليه؟ لأن أنا بخرج خريج المفروض مؤهل لسوق العمل بصورة مباشرة. ودي الحقيقة يعني الدول الصناعية الكبيرة انتاجتها من 70-80 سنة مثلا يعني، وما زالت بتطور فيها إلى الآن، فالمشوار طويل جدا ومحتاج مجهود كبير جدا جدا جدا. يعني على سبيل المثال لما بنيجي نعمل برنامج في القاهرة الجديدة، برنامج دراسي، احنا بنشرك سوق العمل معانا عفوا بنشرك سوق العمل معانا، بمعنى ان عند معايير العمل عندها معايير معينة عاوز الخريج ده يكتسب هذه المعايير والجدارات المعينه دي. تمام؟ طبعا بنعمل بنش مارك او رجوع للمعايير الدوليه لما بنيجي نصمم برنامج مع المعايير اللي عايزها سوق العمل، وكده بنعمل ميكس لان الطالب هيتخرج ده هيكتسب هذه المعايير. في الحاله دي اقدر اقول ان الطالب ده مؤهل لسوق العمل بصوره مباشره. ودي الحقيقه عمليه يعني مختلفه تماما عن التعليم الاكاديمي اللي احنا اتعلمناه يعني. طيب انا هنا يجي عندي سؤال يا دكتور، لما بنتكلم على التاهل المهام المختلفه، لما دكتور طارق طريقه التصحيح مختلفه. ايوه كويس، ده كلام حلو قوي، بس انا يجي دايما على بالي سؤال لما بيجي نتكلم على كيفيه تاهيل الطالب لسوق العمل، اي سوق عمل اعني؟ هل هو سوق العمل المصري، ولا سوق العمل الاقليمي، ولا سوق العمل الدولي والعالمي؟ ده سؤال مهم جدا، عشان كده بقول لحضرتك انا بعمل بنش مارك، وانا بعمل معايير سوق العمل المحلي بعمل بنش مارك لسوق العمل الدولي. حلو. يعني بيبقى قصاد الاثنين، وان لان احنا مثلا تكنولوجيا الطاقه الجديده والمتجدده مش هيختلف كتير وظيفته هنا عن بره. تمام؟ فبالتالي بيبقى عندي المعايير المحليه والمعايير الدوليه شغالين مع بعض، عشان اقدر اقول الطالب ده مؤهل ان اشتغل جوه مصر وفي الاقليم الشرق الاوسط وافريقيا وحتى بره مصر ان شاء الله. طيب تمام؟ فهو ده حتى قانون انشاء الجامعات التكنولوجيه نص صراحه على كده في الماده 3، ان انا هاهل واحد خريج مؤهل لسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي. ده كلام بالنسبه لي مزيكا. انا اشكرك جدا 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 دكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعه القاهره التكنولوجيه الجديده. التاهيل لسوق العمل الدولي دي حاجه، الحاجه الثانيه التاهيل حتى لفكره الامتداد الاكاديمي. يعني انا عايز الطالب بتاعي لما يتخرج، افترضنا انه عاوز يعمل ماجستير في ماساتشوستس MIT، يعمل ما لاقيش ماساتشوستس بتقول لي لا، اقول له لا، ده القاهره، جامعه القاهره التكنولوجيه مثلا، يعني ده جلاله، ده كذا الى اخره. هيروح مش عارف يدرس في لوزان، هيروح يدرس في بوليتكنيك في باريس، هيروح وهكذا. ده يخلق سمعه دوليه عظيمه للجامعات الجديده. احنا سمعتنا الدوليه اكاديميا احنا زي الفل. كم العلماء والباحثين بتوعنا اللي مليين العالم في اكبر واحسن وادخن جامعات ومعاهد في العالم، فل وأعداد مهولة. أكاد أقول لك إحنا أكتر بلد بتصدر باحثين. حاجة عظمة يعني.